الساعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. بمناسبة احتفالات مصر بذكرى يوم الشهيد، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، جاء ذلك بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة. وجاءت خطبة الجمعة بعنوان يوم الشهيد يوم بر ووفاء، وأكدت على حرص الأديان السماوية على تعظيم فضل الشهادة في سبيل الله ومنزلة الشهيد الذي ضحى بروحه في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته. أصيب عدد من الفلسطينيين فجر اليوم في قصف إسرائيلي استهدف برجا سكنيا في رفح جنوب قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال استهدفت برج المصري السكني وسط مدينة رفح، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين. كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والغربية من مدينة خان يونس جنوب القطاع، فيما شن طيران الاحتلال غارات على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من مدينة تول كرم ومخيم نور شمس بعد اقتحام استمر ما يقارب من 8 ساعات. وقامت قوات الاحتلال خلال عملية الاقتحام بتدمير البنية التحتية والممتلكات، واستهدفت طواقم الصحفيين وسيارات الإسعاف للهلال الأحمر الفلسطيني. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون أن الميناء العائم المؤقت الذي تعتزم الولايات المتحدة إنشاؤه قبالة غزة لإيصال المساعدات ستستغرق عملية بنائه ما يصل إلى 60 يوما، وسيشارك فيها على الأرجح أكثر من 2000 جندي. وأوضح المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر أن الجيش الأمريكي سينشئ رصيفا بحريا عائما قبالة سواحل غزة لتمكين سفن الشحن الضخمة من الرسوم فيها وتفريغ بضائعها في قوارب أصغر تنقل هذه المساعدات إلى جسر بحري يتم ربطه بشاطئ غزة، ومشيرا إلى أن هذا الميناء يمكن أن يوفر أكثر من 2 مليون وجبة يوميا لمواطني غزة. أعلنت كندا عزمها استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وقال وزير المساعدات الدولية الكندي أحمد حسين إن أوتاوا لم تحدد بعد الإطار الزمني لاستئناف التمويل، وكانت كندا أعلنت وقف التمويل في 26 يناير الماضي بعدما اتهمت إسرائيل بعض موظفي الأونروا بالاشتراك في أحداث 7 أكتوبر. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أسقطت 15 طائرة مسيرة أطلقتها قوات الحوثي في منطقة البحر الأحمر. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن الطائرات المسيرة شكلت تهديدا وشيكا للسفن التجارية والبحرية الأمريكية وسفن التحالف في المنطقة. يذكر أن الجيش الأمريكي قد أعلن أنه نفذ ضربة ضد صاروخين مضادين للسفن مثبتين على شاحنتين في مناطق سيطرة قوات الحوثي في اليمن في وقت سابق. دعا مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان مع تدهور الأوضاع في البلاد، وأيدت 14 دولة نصا اقترحته بريطانيا، وامتنعت روسيا عن التصويت عليه، يدعو كل أطراف النزاع للسعي إلى حل مستدام للنزاع عبر الحوار. Abstentions.
ختام موجز 9:00، فاصل ونعود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.